انت وصلتي لمرحله من كتر ما حبيتي المنطقه دي ابنك في وقت بقيتي داعيه. ايوه ما انا عمري كنت داعيه على فكره برضه. انا عارفه ان انت بتقولي ده عشان يمكن انت تكوني فاكره كده، بس انا عمري ما كنت داعيه في حياتي. لا، وفي ناس قالوا ختمت القران وكده، انا ما ختمتش. في ناس بتطلع بتقول ان هم ان انت كنت سبب في هدايتهم. في بعض الناس يعني ألهمت من الحتة دي، إن الله ما شاء الله دي زيك، هي فنانة وقدرت تلبس الحجاب، مع إن أنا شايفة إن ده ما يتناقضش مع ده. ده ما أنت عملتي فيلم بالفعل وأنت محجبة. أيوة مثلتي وأنت طبعًا محجبة. طبعاً أنا شايفة إن ده ما فيهوش حاجة، بس هي الناس هي اللي بتحس يعني ده الإحساس ده جال لبعض الناس، بعض البنات وكده، الله هي إزاي قدرت تعمل ده. الإحساس ده بدأ من عندهم حق، لأنه فعلاً صعب إزاي تكوني فنانة مشهورة وعندك كل ده، وإزاي تقدري إنك تسيبي كل ده عشان تتحجبي مثلاً. فهي بتبقى شوية كده، لكن أنا شايفة إن في الآخر لا ده ضد ده ولا ده ضد ده، وإحنا الاثنين واحد في مجتمع واحد في حياة واحدة، لا نتجزأ أبداً. ولا إحنا الاثنين حالة وحالة حالة وحالة حالة وحالة. أيوة. إحنا الاثنين واحد. أيوة. حالة وحالة واحد. أيوة.